يعني أود أن لو كان لدينا وقت أن أتركك مع هذه الأجواء. نحن هنا في منطقة شارع الجامعة الأردنية، الجميع هنا يلعب وأنا تحت التهديد من أطفال بصراحة، لأنه يعني كنا نلعب سوية. اسمح لي صهيب أيضا أن أتحدث، تلقيت ضربة للقوم. أتواجد حقيقة في حي الطور في القدس الشرقية المحتلة. حقيقة الوصول إلى هنا كانت مغامرة نوعا ما، لأن قسما كبيرا من الطرقات لم يفتح هذا الصباح. البطولات الثلجية سوف تتواصل حتى يوم غد صباحا، إلا أنه كما قلت لك بالنسبة للناس سقوط الثلوج في الأراضي الفلسطينية أمر نادر، وبالتالي العشرات أو المئات من الفلسطينيين من القرى والمناطق المنخفضة يأتون إلى المناطق المرتفعة في هذه اللحظات للاستمتاع بالثلج.